ثلاث اشولات قمح، واحد عدس، اثنين طحين. وانا قطمت فريشه طول السنه ولا ترجى بيك عليها؟ جد ابو موسى الكبير الله يرحمه يوم كان عنده الدكانه كانت سمعته مثل الذهب وموجه بين ربعه، القريب يطلبه والغريب يساله. ايوان ودك علبتين سردين ها؟ الباية روح من السلاحة والماية مطبخت، وشلون تطبخ اصلا؟ هي طول النهار فلانة قالت وفلانة سوت، هاك امسك. صاحب الدكانة يعرف كل شي بالقرية، محمد الطايل شو طبخ بداره اليوم، ابو فرح يحب الملح قليل ولا كثير، احمد عليان وطبخته المفضلة واللي يحبها قلاية البندورة، مهناس اللي تطلب حاجتها تعلم بعلتها. ويعرف صاحب الدكانة بكل مناسبات الجرية، فلان سافر، فلان مرض، فلان تجوز، فلان جابت ولد، يعرف بكل شيء لأنه كل واحد يجي يجيب هديته من عنده، ويعرف بالعادات والتقاليد وبالانساب، خبير اجتماعي. كان يوم يجي وقت العصر والنسمة غربية تهب على وجوه الناس المروحين من أرضهم، جدي يرش مية قدام الدكانة ويفرد هالكراسي، والناس تلتم، هذا عمي وهذا خالي وهذا فلان وهذا علان، عليهم رحمة الله الجميع، الغايبين أمس والحاضرين اليوم. لا قبل كانت بسيطة، لكن الناس معدنها أصيل على السجية، ما تهمهم عملة تهمهم معاملة. سلامتم تطولكم.